استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية اليوم السيد تشايابان بومرونغ فونغ سفير مملكة تايلاند المعين لدى مملكة البحرين، والذي سلم سموه رسالة من معالي السيد برايوت شانغ أوتشا رئيس الوزراء التايلاندي تتضمن دعوة سموه لزيارة مملكة تايلاند الصديقة. وخلال اللقاء كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السفير التايلاندي المعين بنقل شكره وتحياته لمعالي السيد برايوت تشانوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة على الدعوة الكريمة وتمنيات سموه لمملكة تايلاند وشعبها دوام الرفعة والتقدم. وأشاد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية التايلاندية من نماء متواصل يجسد ما يجمع بين البلدين من روابط قوية في شتى المجالات، ويعكس اهتمام البلدين بترسيخ أسس تعاون مثمر يخدم البلدين الصديقين. من ناحيته توجه السفير التايلاندي المعين لدى المملكة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يقوم بها من أجل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين، حيث عمل سموه على بناء هذه العلاقة التي أثمرت عن العديد من الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين، والتي تصب في اتجاه تعزيز هذه العلاقات وتواصلها في مختلف القطاعات.